انا طبعا اي حاجه اقولها لازم تبقى غلط. ماشي يلا. لا انا مش، انا بقول لك ايه، انا مش في الحضانه هنا. هو يا ابني انت هتتغدى طيب ولا ايه؟ احنا يعني يا مساء المانجا على كل المانجوس. الحلقه دي مختلفه، باين من شكل الكراسي اللي حواليا، لان في الغالب في الحلقه دي مش هبقى لوحدي. في الحلقه دي هنجرب المجمدات اللي معموله علشان الاطفال، وانا اسف في كلمه اطفال، وعشان التقييم يبقى استكى معايا في الحلقه دي اتنين، ميمو ان. فتوكلنا على الله ونعمل حلقه جامده. نرحب بالعتاوله في البدايه. اهلا يا ميمو. اهلا يا مانجو. ازيك يا عم انو؟ ازيك يا مانجو. النهارده بقى ميمو وانو هم اللي هيقيموا الحاجات اللي معانا. معانا النهارده اربع حاجات: كورن دوجز، فشار الفراخ او بوب كورن تشيكن، ناجتس بالجبنه، فان ناجتس. تحبوا نبدا بايه؟ انا بصراحه اللي عاجبني فكرته الفشار اللي بالفراخ، اللي هو البوب كورن تشيكن ده. نبدا بايه يا انو؟ ماشي، نتوكل على الله. انت عايش دور الطيب وده قلقني. يعني فاهم، انا قلقان من السكون والسكوت ده. فخلاص متاكد ان احنا نبدا بالفشار بالفراخ؟ تمام تمام ماشي. نروح نقل البوب كورن تشيكن. طريقه التسويه بتاعته بتبقى ازاي بقى؟ ممكن يتسوى على البوتاجاز يتقلي او يتحط في الفرن، فاحنا هنقليه. بنسخن الزيت وبنقلي الفراخ لمده كام دقيقه يا عم انو؟ ثلاث دقائق. ماشي، تيجوا نشوف شكله الاول قبل ما يتقلي؟ ايه رايكم؟ وانا متشوق قوي. انا متعود منك على الحاجات اللي بره الصندوق. ايوه، الحاجات الايه اللي ما بتتكررش. في طبل بيحصل ولا انا ولا ده الايه ولا ايه؟ في طبيل بيحصل ولا انا بيتهيأ؟ طبل عم ميمو براحتك يا باشا وعيش حياتك. واو، انبهار. ها ايه ده؟ شكل الفشار اللي بالفرايد تشيكن. هو شكله كده عامل زي ايه، كور بولز كده، يدي على فشار شويه. تشيكن بولز. ممكن يبقى تشيكن بولز فعلا. احنا كده نروح نقلي بقى. توكلنا على الله. توكلنا. رجعنا. دلوقتي احنا عملنا البوب كورن تشيكن، ومطلوب من كل واحد فيكم ان هو يدوق واحده، وهنعد 1 2 3، وكل واحد فيكم هيقول هو بالنسبه له استكا ولا فاستكا. بعد كده ايه، تقولوا لنا بقى رايكم ليه قلتوا كده. جاهزين؟ جاهزين. نوريهم الاول شكل البتاع ده. شكل الكوره اهو، حسها شبه الزلابيا شويه صح؟ لا حاسسها لا، مش الزلابيا قوي يعني. انا طبعا انا حاجه اقولها لازم تبقى غلط. ماشي لا صح. اتفضل. خلاص صح. جو. انا هدوق انا كمان بس مش هقول رايي. ماشي جاهزين؟ جاهزين. هعد 1 2 3. استكى. انت بتخم. لا بتخم، اتاخرت شويه. اتاخرت شويه. قلت قبل ايه؟ قلت قبليه. قلت بعديه. قول معايا بالظبط. ها، كل واحد بقى يقول رايه على السريع كده. ايه اللي عجبك فيها؟ انا شايفها ما فيهاش اي فشار في الموضوع، هي كور فرايد تشيكن. فشار ايه يلا؟ ده هو بيقول لك ان هي بوب كورن فرايد تشيكن. استنى بس، ده ايرور، ده كده في ايرور. هو عشان هي شبه يعني شبه الفشار. انت فاكر ان انت هيبقى فيه فراخ بالفشار؟ مستوى الذكاء. لا هي فراخ. فراخ فليفر. فراخ ازاي؟ عملوها امتى ده؟ قول لنا بقى. ها، عامل فراخ باين جدا، والفراخ كريسبي مقرمشه. ايوه، طعمها جامد جدا. ماشي انو معايا تقييم. وانو انجزني. قول كده بقى. بص بقى، هطلعك ما تخافش يعني عشان تبقى باين، بس قول اتفضل. هو يعني طعمه يعني هو ما فيهوش اي يعني. عجبك؟ عجبني. ليه؟ عجبني. عندك كلمه طيبه تقولها ولا خلاص استكى وخلاص؟ لا، عشان هو يعني يعني هو مقرمش و ما فيهوش اي دهون. و ما فيهوش اي دهون كده. احنا بنرزع. ماشي، بنرزع جامد. ايوه ده راس دهب ده. خلاص يبقى يا جماعه هو بالنسبه له استكا. خلاص فخلصنا كده. تمام، ندخل على بعده. هندخل بعد كده على الناجتس اللي بالجبنه دي. حاجه تبع شركه كوكي اسمها هيروز او الابطال. قال لك 100% مصنوعه من دجاج طازج. توكلنا على المولى. انت مش مصدقهم يعني ولا ايه؟ امال دي يعني ما يعني مقبول. هنحاول نصدقه. هو بيقول لك ان هي فيها من 17 ل 20 قطعه، ووزنها 400 جرام. توكلنا على المولى. ايه كان توكلنا على إيه؟ لا دي حاجه ما بيني وما بين الجمهور. بعد حاجه ما بينك وبين الجمهور. انت بقى ليك جمهور اصلا كده. خلاص توكلنا على الله. رجعنا بالناجتس اللي بالجبنه. ده شكل الناجتس اهو، لونها ذهبي ولطيف. حسها مبقلظه سنه. بس انا عندي تعليق بسيط. ايه هو حبيبي؟ عليها فلفل اسود كده. ايه مجنني. مجننك. بتحب الفلفل الاسود انت؟ ها، في فعلا نقط سودا كده
ممكن يكون فلفل اسود. ماشي. اه انت اللي كنت طب هو هنا انا لازم اقول الحقيقه، هو انس قبل التصوير قال ان عليها فلفل اسمر او فلفل اسود، فميمو خد الفكره وقالها، فايه فهم دلوقتي في صراع انها فكره مين، فمعلش سامحوني مسحوها فيا ونكمل. بس اتفضل يا باشا، واحده ناجتس. انا بصراحه دي عيني فيها، ممكن اخدها هنا؟ اتفضل. ودي انت خدها، يبقى الله ذو حلو. بسم الله الرحمن الرحيم. صوتي المشى بتاع انس وصلي لحد هنا. انا عن نفسي ضقت خلاص. انت هتتغدى طيب ولا ايه؟ احنا يعني انس خلص، انت لازم تفنش، لازم تقضي عليه. جاهزين؟ جاهزين. نبلع؟ تاكل ايه؟ يلا هعد. هوب يا ابني، خلاص يا بن الحلقه مش عايزينها تبوظ. نمسك العقل. يلا، واحد اتنين، واحد اتنين تلاتة. استكا. انتوا الاتنين استكا؟ مفيش حاجة يعني مش هتعجبكم في كل حاجة حلوة وجميلة؟ حاجة. طب اشرح لنا يا عم التجربة بسرعة، اتفضل. سخنة والكريزي بتاعها عالي جدا لدرجة ان انس كان القرمشة بتاعت انس وصلت لحد هنا. تمام. سمعت كمان عملت صوت. طعم الجبنة باين جدا طعمها حلو، الجبنة طعمها حلو يعني. استكى بجدور. طب اتفضل يا انس. هي كانت بتقرمش، هي مقرمشه يعني، وطعم الجبنه فيها جامد، وهي استكى. المميز لما يكون معاك رايين مختلفين ان بتلاقي اراء مختلفه، يعني راي انس مختلف شويتين عن راي محمد. انس مثلا بيقول ان هي طعم الجبنه حلو، ومين بيقول ان طعم الجبنه جامد، في اختلاف. ده بحد ذاته يودينا المرحلة اللي بعد كده، مرحلة الكورن دوجز. كورن دوجز دي انا بشوفها في الطبيعة عند الناس زي بطاطس وزلابيا اللي هي بتبقى في العصير الخشب دي، صح؟ انت بتجيبها بتدفع مصروف، فاهم يعني ايه، يومين ثلاثة اربعة عشان تجيب واحدة منها. فندخل نسوي الكورن دوج، بتستوي بنفس طريقة الناجتس، هم كلهم تقريبا نفس طريقة التسوية، بتحط ثلاث دقايق على الزيت او في الزيت، ونروح نسويها ونجيب. وادي الكورن دوج ده شكله اهو، العصاية اللي تحت اهي، هو شكله اصغر شوية من اللي عند بطاطس وزلابيا، صح؟ يعني تحسه يعني ايه؟ صغير. اه ميني شويه كده. ميني زرق. في قلش جاي في الطريق، في حد هيهبد هبد. خلاص قلشت. ها؟ اتفضل يا باشا، احلى كورن دوج. احلى كورن دوج. في حاجه بس عايز اقولها، ان ده خد تسويه، كان مكتوب على العلبه ان هو 9 دقايق في الزيت مش 3 دقايق. بس انا بصراحه يعني بعد 5 دقايق لقيت لونه بدا يغمق بزياده فشلته. بسم الله. شكل الطبق اللي جوه اهي. الهوت دوج جايه جوه، والطبقه اللي هي الكريسبي دي بقى مش كريسبي قوي يعني. مش كريسبي قوي؟ مش كريسبي قوي. انت قادرة بقى خلاص ولا ايه؟ هنخلصها السنه الجايه. لا دلوقتي، انا عايز دلوقتي. ماشي. انا عايز دلوقتي نقول راينا دلوقتي. مش انت هتقول وانت صغير لسه حبيبي. الو. انا هنقيم بس اتغدى بعدين. يبقى اتغدى يا ابني. يا ابني الله يبارك لك. يلا. لا انا مش، انا بقول لك انا مش في الحضانه هنا. واحد اتنين تلاته. استكى. لا مش بخم، انا قلت استكى. انتوا الاثنين استكى؟ اه. بس ده انتوا كده حاسسكم في طبل زياده. عالدغري؟ عالدغري. انا تعبان. لا مش طايق نفسي. عالدغري انا ما عجبتنيش دي. الصراحه بقى انا مش قادر اسكت اكتر من كده. دي لا، حاسس ان يعني اللي في الشارع بتبقى طعمها احلى، وحاسس ان دي كده مش يعني جميلة. بص اللي متغلف عليها هو بس اللي طعمه الدغري. طعمه انت رايح فين؟ طب انا بص انا مش بحوق الدغري. ايه بقى؟ انا بيحوق. مش بحوق. فهمني. طب ما هو حر يا عم في رايه. بس بس البص اللي هدج جوه وبقى اللي هو البتاع اللي بره ده. أيوة. بقى يعني طعمه مش اللي هو مش حلو. ما عجبكش؟ خلاص رايك يحترم. معلش يا عم، عديها له دغري. انس بيحور جامد. عديها له. طيب رايك يا ميمو؟ رايي ان هي استكى. وصفك ليها مفيش اي حاجه عايز تقولها؟ لا، ان السوسيس ده طعمه جامد، و اولا الحته دي طعمها جامد. ماشي. اولا ده مش سوسيس. امال ده ايه؟ ده كورن دوج. ايه ده؟ هوت دوج. قصدي هوت دوج. ما هو هوت دوج جوه. اه هو فعلا مش سوسيس، هو اسمه هوت دوج، والبتاع دي على بعضها اسمها كورن دوج. كفايه شغل دوجز بقى ونكمل ولا ايه؟ طيب ايه اخر حاجه؟ هات لنا البتاع اللي جنبك دي كده. الفان ناجتس من اطياب، راسم لك صوره ديناصور وشكلها على شكل ديناصورات وشغل فاخر. طريقه التسويه بتاعتها 3 دقائق برده في الزيت، 3 دقائق ونص. في دقه هنا في الموضوع. في ايه يا ابني؟ انت
بتعمل ايه وانا بعمل ايه ايه؟ احنا دلوقتي بقى هنروح نسويها ونيجي. انت عايز تعرف هي فيها كام قطعه؟ هو مش كاتب، هو قال لك الوزن 400 جرام. هنعد انا بقى، انا هعد. احنا هنعد، هنروح نسوي الفن ناجتس ونيجي. ناجتس على شكل ديناصورات. ده شكل ديناصور. ده شكل ايه؟ ديناصور. 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 نداء الى مدرسه انس. الانجليش يتداس عليه شويه. هو انا اسف، العربي. العربي يتداس عليه شويه. ده ايه؟ يا فيل يا وحيد قرن. يعني هو يا فيل يا وحيد قرن، هم بقى كلهم الشكلين دول بس، فكل واحد ياخد الشكل اللي هو حابه. قول ديناصور. ما انا هاخد. انتوا الاثنين خدتوا ديناصور، وانا كمان بقى اخد ايه؟ هاخد وحيد القرن. هي لونها ذهبي جدا الصراحه، مش هتدخل في التقييم، بس هي لونها عاجبني. بسم الله. ده بقى صوت القرمشه واصل لغايه اخر الدنيا. ديله جميل قوي. اللي لفت نظرك الديل بقى. يعني مش حاجه تاني. خلاص احنا دوقنا بقى. يا جماعه انا بس محتاجه اوضح نقطه، كلمه ندوق مش لازم اخلص، يعني ممكن ادوق مره اثنين دقت كده، لكن ده احنا بنعمل ده اسمه غدا يعني، فاهم؟ نجيب بقى شويه رز ونكمل. خلاص يا بنو قفشت، زعلت. خلاص ما تزعلش. لا مش ما تزعلش. خلاص خلاص يلا هنعد. تلاتة، واحد، اتنين، تلاتة. استكة برضو. استكة. طيب بص، هو انا بصراحة يعني انا مش هتدخل، بس دي فعلا حلو. طبعا اوصف لنا ميمو سريعا كده ايه. نايت. شكرا، سلام عليكم. ده في 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 دنيا تانية. ده سيبك منه بقى كده. انت 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 ان شاء الله باذن الله يعني ربنا يحفظك ويحرسك كده. قيم، قول كلمه للناس. هو جامد. جامد. هو يعني مقرمش و ابني انا جيت جنبك بس. ايه ده؟ ها مقرمش وطعم وطعم النجس فيه يعني. يعني هو عامل زي كده طعم ال يعني النجس. النجس طعم طعم النجس. بس هو كريسبي. كريسبي ده حلو يا انس. يعني ايه كريسبي يا انس؟ كريسبي يعني بيقرمش. هو اكيد يعني ما مش الدرجات دي يعني. انت في برايمري كام دلوقتي؟ هدخل برايمري 3 ثالثه ابتدائي يعني. المهم ان ده حلو. ده حلو. استكة. استكة. طيب لا انت بتوشوشني الناس. في مايك فسامعينك اللي انت بتقوله. هو عايز يقول حاجه فبيستاذني يقولها. لا طبعا يا باشا اقول. احنا لا ما بنحطش على حريات حد. انا بقول لمالك كل سنه وانت طيب يا مالك. مالك ده البيست فريند بتاعي، فانا بقول له كل سنه وانت طيب يا صاحبي. ده شغل وسايط قوي يعني. انت عشان ربنا كرمك وبقى في شاشه بتتكلم عليها بتستغل ده لمصلحه اصحابك. ايوه البيست فريند بتاعي لازم اسمه يطلع في اي حاجه انا اطلع فيها. انا مش هرد الصح. كل سنه وانت طيب مالك. ماشي يا عم، عشان خاطرك انت عمي. يلا بقى نرتبهم. مين اكتر واحد عجبكم فيهم؟ اللي هو ده الفن ناجتس اكتر واحد. انا بصراحه أنا مع انس في دي. انا اللي عجبني ده. اكتر واحد عجبك اللي هو بره الصندوق جدا كفكره، اللي هو اسمه كفكره وكطعم اللي تشيكن بوب كورن. كفكره وكطعم ده اكتر حاجه عجبتك انت يعني. يبقى دول يا جماعه اكتر اتنين عجبوهم في حلقه النهارده. انا بالنسبه لي انا لو سالتني عن رايي الشخصي، انا مع انس ان الفن ناجتس ده احسن واحد. طب وانا ضدكم؟ مش لازم بقى توقع. هي مش حرب يا باشا. خلاص انا ضدكم ان ده احلى. ده هو البوب كورن تشيكن. احنا كسبنا. لا مش كسبنا، مفيش مكسب وخساره. انا اللي كسبت. طب انا عشان بس في حوار نختم الحلقه. يا خسران. طب ثواني اطلعوا لنا بس كده لحظه، عشان في افيان دلوقتي. ايه عشان نظبط كده مع بعض. يلا حبايبي كده هنختم الحلقه. اكيد لو عجبتكم الحلقه وانا يا حبيبي لحظه. لو عجبتكم الحلقه وانا اشك في ده يعني، انا اشك اصلا ان ميمو وانو هيطلعوا معايا تاني في اي حلقه، لان يعني انا مش عارف الصدى هيبقى ايه بعد الحلقه دي. ايه يا حبيبي؟ بس ايه ده بس على نفسك ثانيه بس. لو عجبتكم الحلقه اللايك والفولو بقى والشير عشان الفيديو يوصل للناس اكتر. ولو فرضنا ان انتوا حابين ان ميمو وانو يطلعوا معايا في حلقات تانيه، عرفوني واكتبوا لي ده في الكومنتات. وبعون الله استنونا في حلقات جايه مع مين؟ مع احمد مانجو. مع احمد مانجو. على الدغري. طيب انا مبسوط معاك. وانا كمان يا عم مبسوط معاك. بس انا محتاج اقفل الحلقه. محتاجين يبقى نقول ايه؟ نفسنا اخيرا لكل المانجوز سي يو.